معز الشرق. رأي جماعة تونس المنار. أنا اليوم ضيف على جماعة القيروان، ولكن أنا قلت لهم ليش ضيف، أنا بارتنير في مشروع، مشروع هو وطني، مشروع قطب الطالب المبادر. هي مشروع وطني تقريبا كل الجامعات انخرطت فيه، وقاعدين نقدمه لفائدة الطلبة، لتغيير ثقافة عند الطلبة. نحب الطالب نحن اليوم يكون هو المشغل، مش هو الطالب الشغل. وهذه تجيب خدمة كبيرة، خدمة في جامعة القيروان. فما كوميتي كاملة، كوميتي ديركتور للبول، بترأسه الأستاذة يسرى الصيد، ومعها الميكيب سما كوميتي ديركتور. وفي كل مؤسسة فما دي ريفيرون على كل مؤسسة، وخدموا الخدمة دي. واليوم وقع معنا تدشين القطب الجديدة دي. دونك نحب نشجع كل الطلبة اللي يسمعوا فينا باش يساهموا. جو لور دوموند دي بارتيسيبي على البو بروجي هذايا، البول دو ليتيديون اونتربرونور. في نطاق الاتفاقية مع جامعة القيروان، جايكا ولا باش نقول اليابان اعطتنا بو بروجي جامعة تونس منار. اختارت جامعة تونس منار باش تكون بوابة على افريقيا في مجال البيوتوبي، في الهندسة البيوتوبية. والسفير، سعادة السفير والممثل على وزارة الخارجية، طلب مني باش نخدم مع الماتريال اللي اختينا، ماتريال دولي بول، طلب مني باش نخدم نعمل مؤسسة في المدينة الصحية. أنا كجامعة تونس منار قلت أحسن طريقة أن نتعامل مع جامعة القيروان، واتفقت مع السيد الرئيس الجامعة أستاذ طه القرفال باش نعمل اتفاقية خصوصية، خاطر أنا بديت نحكي على اتفاقية إطارية، ولكن باش نقوم باتفاقية خصوصية، أنه باش نطلب من الوزارة أنه باش نبعثوا برنامج جديد تكوين هندسي مع مرحلة تحضيرية مندمجة للطلبة بالجامعة القيروان، والطلبة ذوما باش يكون عندهم أشغال تطبيقية بجامعة تونس منار. يعني باش تكون شراكة بيداغوجية علمية بين طلبة جامعة القيروان وجامعة تونس المنار في مجال الهندسة البيوتوبية. طلبة فرحانين اليوم يتحصلوا على لو ستاتيو دو ليتوديون انتربرونور. معناتها عندنا ما شاء الله اليوم العديد من الطلبة، هي في الواقع معناتها مدة تحضيرية كبيرة من قطب الطالب المبادر بجامعة القيروان و من المؤسسات الكل راجع بالنظر للجامعة. عندنا 12 مؤسسة، في كل مؤسسة عندنا ممثلي قطب الطالب المبادر من السادة الأساتذة والإداريين. في 12 مؤسسة وقعت سيليكسيون نتاع الطلبة لو وقعت سيليكسيون نتاعهم باش يتحصلوا على لو ستاتيو دو لوتيديون انتربرونور. عندنا العديد من الطلبة في التوتال 86 طالب. عندنا 72 طالب انيسياتور، 12 طالب إنوفاتور مشروع نتاعو، واثنين بروموتور. معناتها طلبة هذوما في إرساء وترسيخ فكر المبادرة لدى الطلبة، باش الطالب يفكر كونه صحيح، معناتها تحصل على شهادته، ينجم يلوج خدمة، أما كذلك ينجم يكون هو مشغل. هو مشروع بنيته وزارة التعليم العالي، وتبنيته كافة الجامعات ومن ضمنهم جامعة القيروان، بالمساندة مع الأيواف الوكالة الجامعية للفرنكوفونية. أني سازري، أستاذة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، وغيفيران دو بول دو ليتيديون انتربرونور في كلية الأداب. أنا نمثل كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، اللي نورمالمون على حسب معناها الظاهر واللي متعارف عنا، الطالب اللي من العلوم الإنسانية ما عندوش طموح نتاع أنه باش يعمل مشروع عليه. نلقاو اللي أول المؤسسات وأول الطلبة اللي بادروا باش يسجلوا في المشروع هذا هما الطلبة نتاع الإنسانيات. وتفاجأنا نهار اللي قدموا لنا المشاريع نتاعهم، تفاجأنا برشا طلبة مثلوا أحسن تمثيل الكلية نتاعهم وقدموا مشاريع جديدة ومشاريع
المشاريع ما تخطرش على البال بالحق الواحد يرى تونس جديدة يرى الأمل في عينيهم. المؤازمة لقي الكل في المؤسسات الأخرين نفس الشيء. تفاجأنا قديش الطلبة متاعنا متحمسين لأفكارهم، قديش عندهم أفكار جديدة، وقديش متمكنين أنهم يحاربوا على الفكرة متاعهم الآخر نفس. أنت كإتوديو عندك المشاريع متاعك، عندك المشروع متاعك، سديبون شنو هو الستاتيو متاعك. إذا كان في ستاتيو مازلت مبتدئ، أنت توا باش تخدم لي فورماسيون باش نجم تقدم وباش توصل للستاتيو اللي من بعد. إذا كانك إنوفاتور باش تخدم على الستاتيو اللي من بعد اللي هو لونتربرونور. دونك فما تدرج ساعة في الـ في الـ في الستاتيو. الحاجة الثانية، أنت ساعة لازم محتاج تتعلم كيفاش تحط نوار سوغ بلون لو بروجي نتاعك، محتاج أنك تتعلم كيفاش تعمل البزنس بلان، محتاج تتعلم الكوميونيكاسيون، محتاج تتعلم أنك كيفاش تلقى التمويلات. وإحنا نوفروا أونتخ أوتخ حاجات مع لي بارتنير نتاعنا الجو هذايا الكل اللي يمكنك من أنك توصل تحقق المشروع نتاعك. اسمي إنيس شورميتي، إتيديونت من إزامكا، نعمل ديزاين برودوي كرياسيون إندستريي. البروجي متاعي يتمثل اني حبيت نخدم على المشكل. فما برشا اطفال يعانيو من فرط في النشاط، لي زونفون هايبر اكتيف. بصفتي نعمل كرياسيون اندستريال وديزاين برودوي، لقيت لهم كسوليسيون البروبليماتيك هذه انه نعمل لهم دي جو العاب يعالجوا بالروائح. معناتها هما عندهم يعني باش يستعملوا الحواس متاعهم باش يعالجوا المشكل اللي عندهم هذه. ولي كولور نحن ديجا بوزار وكل، فما دي كولور يساعدوهم انهم يكونوا كونسنتري. معناتها المشكل البروبليم اللي نخدم عليها لي زونفون هايبر اكتيف. نتمنى انه باش نجم نعمل سوليسيون هذه البروبليماتيك هذه اللي هي ديجا ماشيه وتطلع البورسنتاج. وصلنا توي كاينه في تونس وصلنا ل 15% من الاطفال يعانوا منها. نتمنى انه نلقى احاطه، نلقى تمويل باش نجم من نحطو على ارض الواقع، نلقى اللوكال اللي باش نعمل فيه لي جو هذوما باش نصنعهم. ونتمنى انه نوصل للفكره متاعي وننفذها، خاطر فكره مهمه للمشكل مهم. الحياه فام، الاذاعه الاولى للصحه في تونس. الحياه فام.